السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض نحل تمارين رقم 8 على القياس الستيني والقياس الدائري للزاوية. هنا يا أستاذ بيقول لك أولا أسئلة الاختيار من متعدد، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المحتاطة. أول نقطة، الزاوية التي قياسها 25 باي على 9 تقع في الربع الكام؟ طيب ركز معايا، عشان نجيب الربع يا استاذ لازم نحول القياس 60. طب نحول ازاي الدائري ل 60؟ اننا نحذف الباي ونعوض عنها ب 180، بس كده. طب 25 في نحذف الباي ونعوض عنها بكام؟ بال60، ب 180، ونقسم على 9. ليه يا استاذ؟ لان الباي بالدائري تقابل كام بال60؟ 180. تعال نعمله مع بعض دي على الاله، تمام؟ طيب هنجيب الآلة زي كده يا أستاذ، ونعمل شرطة كسر تحت كلمة كالك، ونضغط 25 في 180، ونقسم على الكام؟ ونقسم، ننزل من الاتجاهات فوق على 9 يساوي، ركز إن طلعت معي 500، وأنا قلت لك شرط عشان تحدد الربع لازم الزاوية موجبة وتكون أقل من 360. ركز ان ال 500 دي مش اقل من 360. طيب عشان نخليها اقل من 360، لو هي موجبه اطرح منها 360، تمام؟ فالناتج هيطلع كام؟ 140. ال 140 يا استاذ تقع في الربع الكام؟ والله ال 140 بين ال 90 وال 180، يبقى تقع في الربع مين؟ الثاني، تمام؟ فركز معايا الارباع اهو، هنا 0، هنا 90، هنا 180، هنا 270، جنب الصفر 360. فلو لاحظنا ان ال 140 بين مين ومين؟ بين ال 90 وال 180، يبقى تقع في الربع مين؟ الثاني. يبقى نختار الربع الثاني. ننتقل الى النقطة رقم 2. طيب في رقم 2 بيقول لك الزاوية التي قياسها 31 باي على 6 تقع في الربع الكام؟ نفس الكلام يا أستاذ. نحول القياس 60 ازاي؟ اننا نشيل الباي ونعوض عنها بكام؟ ب 180، فتصبح 31 في الباي بالدائري تقابلها 180 بال60، تمام؟ على 6. تعال نعملوها على الآلة كده. طيب ركز معايا، هنجيب شرطة كسر اهي، نكتب 31 3 1 في 180، ونقسم على الكام؟ ونقسم على 6. لو اتكينا يساوي هتطلع 930. انا قلت لك عشان تحدد الربع لازم موجب وفي نفس الوقت اقل من 360، فطالما يا استاذ اكبر من 360 وهي موجب يبقى نطرح منها دورات، نطرح منها 360 يساوي 570، لسه ما زالت اكبر من 360 وهي موجب يبقى نطرح منها دورات 360 كمان. طلعت كام؟ 210. لو لاحظنا ان ال 210 تقع ما بين مين ومين؟ بين ال 180 وال 270، يعني ربع مين؟ ربع ثالث. نختار الإجابة رقم جيم. ننتقل إلى 3. يبقى ال 210 تقع وين؟ في الربع الثالث. طيب نيجي لرقم 3، نفس الكلام، الزاوية التي قياسها سالب 9 باي على 4 تقع في الربع الكام؟ بكل بساطة يا أستاذ عشان نجيب الربع نحول القياس 60. نحول إزاي؟ إننا نبدل الباي ب 180. طب سالب 9 في ال 180 ونقسم على الكام؟ على الأربعة، تمام؟ تعال نعملوا لها باستخدام الآلة ونشوفها تطلع بكام. تعال نمسح الآلة. طيب نعمل شرطة كسر، سالب 9 ناقص 9 في 180، ننزل في المقام من الاتجاهات ونكتب 4، نتك يساوي، طلعت سالب 405. أنا قلت لك لازم الزاوية تكون موجبة وفي نفس الوقت أقل من 360. طيب دي سالبة، فعشان تخليها موجبة ضيف لها العكس، هنضيف، هي سالبة فهنضيف لها 360 يساوي، ما زالت سالبة، أنا قلت لك لازم موجبة وفي نفس الوقت أقل من 360، طالما هي سالبة نضيف لها العكس 360 دورة كمان. طلعت كام؟ 315. لو لاحظنا إن ال 315 ما بين ال 270 وال 360 يبقى ربع رابع، يبقى نختار الإجابة د الربع الرابع، تمام؟ طيب يبقى نختار يا أستاذ الربع الرابع. ننتقل إلى السؤال 4. طيب نيجي للسؤال 4، بيقول لك إذا كان القياس الستيني لزاوية 43 و12 فإن القياس الدائري يساوي كام؟
ركز معاي، لو عطاك الستين وعاوز الدائر نجيبها ازاي؟ نكتب الستين زي ما هو، 43 درجة و12 دقيقة زي ما هي. يبقى لما يديك الستين ويطلب الدائر نكتب الستين زي ما هو، بس ايه اللي هنزوده؟ اننا نضرب البسط في باي ونقسم على 180. تمام يا استاذ؟ تاني، لو طلب الدائري نكتب الستين زي ما هو ونضرب في باي البسط، نضربه في باي ونقسم الناتج كله على 180. بس لو لاحظنا، هنلاحظ حاجة يا استاذ، ان الناتج في باي، الناتج في ايه؟ باي. يبقى انا مش هعوض عن باي، الباي تنزل في الناتج زي ما هو. تمام، الباي مش هعوض عليها. يبقى نقسم 43 درجة و12 دقيقة على 180. تعال نعملوها بالآلة كده. نبدأ يا أستاذ نكتبها على الآلة، شرطة كسر 43 4 3. طب عاوز نكتب درجات يا أستاذ، اكتب كومات، اضغط على زرار كومات اهو. طيب نكتب 12 ثانية، 1 2. طب الثانية برضو نضغط كومات، ننزل في المقام نكتب 180 على 180. التكة يساوي طلعت 6 على 25، اس دي طلعت 24 من 100، وعندك باي يبقى 24 من 100 باي، اللي هو الاختيار رقم كام؟ باء. ننتقل الى 5. تمام، يبقى هناخد يا استاذ، خلاص الناتج طلع معايا 24 من 100 والباي تنزل زي ما هي، يبقى نختار باء. ننتقل الى 5. طيب هنا في 5 بيقول لك الزاوية التي قياسها الدائري 8 باي على 3 قياسها 60 يساوي كام؟ والله يا استاذ عشان نحول الدائري الى 60 نعمل ايه؟ كل اللي هنعمله هنشيل الباي ونضع 180. تمام، يبقى 8 في 180 على 3. تمام، لان الباي بالدائري تقابلها كام في 60؟ 180. تعال نعملوها على الاله كده. نبدأ يا أستاذ نعمل على الآلة شرطة كسر 8 في 180، 8 في 180 على 3 بتساوي 480. 480 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار دال، يبقى نختار دال. تمام يا أستاذ، 480. ننتقل إلى 6، يبقى نختار يا أستاذ الاختيار رقم كام؟ رقم دال، يبقى هنختار دال. تمام، ده هو 488. طيب ندخل على 6، مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي بالتقدير الدائري. والله يا أستاذ الشكل الثلاثي اللي هو المثلث مجموع زواياه 180. طيب لو عاوز اللي بعديه على طول اللي هو الرباعي، يبقى نضيف على ال 180 180 كمان، 180 و180 360. تمام، تاني الثلاثي ب 180. لو انت عاوز الشكل مجموع زوايا الرباعي تزود كل مره بال 180، 180 لو زودنا عليها 180 كمان تدينا 360. طب انا عاوز نعرف ال 360 دي كام بالقياس الدائر، بدل ما تضرب في باي وتقسم على 360، لا خليها ال 360 عباره عن 180 زائد ال 180، صح؟ طيب مش ال 180 اتقابل باي بالدائري؟ ايوه، زائد ال 180 اتقابل باي بالدائري؟ ايوه، باي وباي يبقى 2 باي، يبقى نختار 2 باي اللي هو الاختيار الف. ننتقل الى 7. طيب في 7 يا استاذ هنا بيقول لك ايه؟ اذا كان مجموع قياسات زوايا اي مضلع منتظم يساوي 180 في نون ناقص 2، حيث نون عدد الاضلاع، فان قياس زاويه الشكل الخماسي المنتظم بالقياس الدائري. تعال نجيب قياس زاويه واحده في الخماسي المنتظم. لو عاوز نجيب مجموع الزوايا كلهم فتبقى 180 في نون ناقص 2، ده مجموع الزوايا كلهم. لو عاوز زاويه واحده اننا نقسم على عدد الاضلاع نون. طيب تعال نعوض، النون عند الشكل ايه؟ خماسي، يبقى عدد الاضلاع بتوعها 5 وهنا 5. يبقى 180 في 5 ناقص 2 3 على الخمسة. لو عملنا دي على الآلة هتطلع بكام؟ ب 108. يبقى قياس الزاوية الواحدة ب 108، هو عاوزها بالقياس مين؟ بالقياس الدائر. تمام؟ يعني عاوزين سيتا بالقياس الدائر. قلت لك لو عاوز الدائر اكتب الستين زي ما هو،
واضرب البسط في باي وقسم على 180. تعال نعملوها بالآلة نشوفها هتطلع كام كده. طيب نبدأ يا أستاذ، نجيب شرطة كسر، نكتب 108 في باي. الباي عبارة عن شيفت، ننزل تحت اكس 10، شيفت مع اكس 10 تعمل لك الباي في المقام 180. لو اتكينا يساوي طلعت 3 باي على الخمس، او 3 على الخمسة باي، اللي هو الاختيار رقم كام؟ رقم جيم. يبقى نختار جيم. يبقى طلعت يا استاذ 3 باي على الكام؟ على الخمسة، اللي هو الاختيار جيم. ننتقل الى 8. طيب 8 بيقول لك طول القوس في دائرة، عاوز طول القوس، فطول القوس بنرمز للام. تمام؟ في دائرة طول قطرها، طول القطر ب 12، يبقى نصف القطر نقد كام؟ خد نص ال 12، نص ال 12 6 سم. ليه 6؟ لأن القطر كامل ب 12 فنصها ب 6، نص ال 12 6. ويقابل زاوية مركزية قياسها، مديك إن الزاوية المركزية بس بالقياس الستيني بكام؟ ب 60 درجة. نحتاج منك طول القوس. العلاقة اللي بنجيب منها طول القوس لازم تكون حافظها زي اسمك، لأن لازم تجي لك مسألة في الامتحان. سيتا دال بتساوي لام على نق. هو عاوز مين؟ عاوز لام. يبقى نخبي اللام. كده طالما اتفضلوا الاتنين تحت يبقى ضرب، لو اللي اتبقوا تحت ضرب، لو واحدة فوق وواحدة تحت قسمة. تمام؟ طالما اللي اتبقوا الاتنين تحت يبقى ضرب، نضرب سيتا دال في نق. تمام؟ طيب بس ركز ان الزاوية عاوزها بالقياس مين؟ بالقياس الدائري، يبقى لازم تحول الستين للدائر. تمام؟ يبقى نقول سيتا دال بتساوي، نكتب الستين زي ما هو ونضرب البسط في باي ونقسم على 180 طالما عاوزها دائر. تمام؟ لو جينا عملناها بالآلة دي، على الستين فيها التلاتة، على الستين فيها الواحد، يبقى باي على التلاتة. تمام؟ ده الزاوية بالقياس الدائر. نبدأ نعوض باي على التلاتة قياس الدائر في نق. نق بكام؟ بستة. تعال نختصره، على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الاثنين، اثنين في باي باثنين باي، اللي هو الاختيار ده. ننتقل إلى 9. طيب ركز معايا في 9 كده، بيقول لك إيه؟ طول القوس الذي يقابل زاوية محيطية. ركز إن القانون فيه زاوية مركزية وليس محيطية. طيب إيه علاقة المركزية بالمحيطية؟ المركزية ضعف المحيطية، يعني لو ضربت المحيطية في 2 تديني المركزية، 2 في 67.5 ب 135. يبقى أنا جبت المركزية بالقياس الستيني كام؟ 135. في دائرة طول نصف قطرها نق كام؟ ب 8 سنتي. محتاج ايه يا عم؟ عاوز طول القوس يعني عاوز لام. تعال نعمل العلاقة اللي بنعملها، اللي بنجيب منها طول القوس او نص القطر او الزاوية المركزية. قلنا الزاوية المركزية تساوي لام على نق. انت عاوز مين؟ انت عاوز لام، صح؟ خبي اللام، طالما الاتنين تحت يبقى ضرب، يبقى لام تساوي سيتا دال في نق. بس ركز ان سيتا دال بالقياس الدائري، يبقى لازم نحول ال 135 لقياس دائر. بنحول ازاي؟ قلت لك تكتب ال 60 زي ما هو، تضرب البسط في باي وتقسم على 180. يعني اعملوها باستخدام الاله كده، شوفوا السيتا دال تطلع بكام. اف 9 يا استاذ ركز معايا، معلش اف 9 ده انا مسجل بيه البرنامج. طيب نعمل شرطه كسر، 135 في باي شيفت مع اكس 10، شيفت اكس 10، ننزل في المقام نكتب 180 بيساوي 3 باي على 4، يبقى سيتا دال ب 3 باي على. تمام؟ يبقى جبنا سيتا دال ب 3 باي على ال 4. نبدا نعوض عنها، 3 باي على ال 4 في نق. ناق اللي هو نص القطر بكام؟ 8. تعال نختصر، على الأربع فيها الواحد، على الأربع فيها الاثنين، 2 في 3 ب 6 باي، اللي هو الاختيار باء. ننتقل إلى 10. طيب نيجي الرقم 10، بيقول لك القوس الذي طوله 5 باي، يبقى طول القوس اللي هو لام 5 باي سنتي. في دائرة طول نصف قطرها مديك إن النق بتساوي 15 سنتي.
يقابل زاوية مركزية قياسها كام؟ عاوز سيتا داني. طيب ركز معايا، لو عملنا المثلث اللي بنطلع منه العلاقات، قلنا سيتا دال بتساوي لام على ناق، خب السيتا دال كده، تفضل واحدة فوق وواحدة تحت، يبقى قسمة، يبقى لام على ناق. لام اللي هي بخمسة باي على ناق نص القطر بخمستاشر، تعال نبسطها، على الخمسة فيها الواحد، على الخمسة فيها التلاتة، يبقى باي على التلاتة. هو لو ركزنا في الاختيار ما جايبلكش قياس ايه دائري خالص، فخلاص حول ال 60، حول الزائد الدائري 60، نشيل الباي ونضع 180، يبقى 180 على 3 الصفر ينزل، و18 على 3 فيها الكام؟ فيها 6، يبقى الناتج كام؟ 60. ننتقل الى 11. طيب نبدا يا استاذ في رقم 11، بيقول لك قياس الزاويه المركزيه المرسومه على قوس، هو عاوز الزاويه المركزيه، انا عاوز سيتا دال المرسومة على القوس الذي طوله يساوي طول القطر. طول القوس لام يساوي طول القطر. طب القطر عبارة عن 2 ناق، ليه؟ لأن يا أستاذ نص القطر عبارة عن ناق. طب القطر كامل، إن أنا نضرب ناق في 2، يبقى 2 ناق. طيب، أنت عاوز الزاوية المركزية؟ تمام. الزاوية المركزية لو عملنا المثلث أهو، سيتا دال تساوي لام على ناق. انت عاوز مين؟ سيتا دال، يبقى تخبيها، واحدة فوق وواحدة تحت، يبقى قسمة لام على ناق. لام اللي هي بكام؟ باتنين ناق على الناق، الناق باي باي مع الناق، يتفضل اتنين دائر. تمام؟ بس ركز الاختيار ما فيش دائر خالص، يبقى نحول الدائر لستيني، يبقى عاوزين الزاوية بالقياس الستيني. حولها ازاي؟ ان انا نضرب البسط في 180 الستين ونقسم على الباي. تعال نعملوها على الآلة كده. نبدأ يا أستاذ نكتب دي على الآلة، نجيب شرطة كسر، نكتب 2 في 180 في 180 على الباي، على الباي، الباي شيفت مع إكس 10، شيفت مع إكس 10، لو اتكلنا يساوي طلعت 114.59. بس ركز إن هو عايز يقربها لأقرب درجة، فأقرب درجة اللي هي الأربعة، نيجي للي بعدها الخمسة، كريمة ولا بخيرة؟ لو من خمسة لتسعة تزود ما قبلها واحد، لو من صفر لأربعة ما تزودش، ركز إن الخمسة كريمة، من خمسة لتسعة يبقى تزود الأربعة واحد، فالأربعة تصبح خمسة فتصبح 115، 115 اللي هي الإجابة باء. تمام، ننتقل إلى 12. تمام يبقى يا أستاذ هناخد دي باء. طيب نيجي لـ 12، خلاص نلغي الآلة. طيب لو جينا يا استاذ هنا في 12، بيقول لك اذا كان قياس احدى زوايا المثلث الزاويه الاولى من الثلاثه 75، طيب وقياس زاويه اخرى فيه لازم نخليها 60 عشان نعرف الثالثه. تمام، فالباي عشان نخلي الدائره 60 نحولها 180، 180 على الثلاثه، الصفر ينزل، و18 على الثلاثه فيها 6، يبقى فيها ايه؟ 60. تاني الباي تقلبها 180 عشان تخلي 60، 180 على 3 الصفر ينزل، و3 في 6 ب 18، يبقى كام؟ 60. عايز نجيب الزاويه الثالثه، طول ما معاك زاويتين في المثلث تقدر تجيب الثالثه. ازاي؟ هتقول 180 مجموع زوايا المثلث، نشيل منهم مجموع الزاويتين 75 زائد 60. تمام، 75 زائد 60 كام؟ 135. ال 135 تمام، شيلهم من 180 يتفضل 45 درجة، يبقى الزاوية الثالثة ب 45. بس ركز هو عاوزها بالقياس مين؟ بالقياس الدائري، بسيطة، هنقول له سين 3، بس ركز عاوزها بالدائري، يبقى سيتا دال، سيتا دال انت عاوزها بالدائري، خلاص نكتب ال 60 زي ما هو، بس نضرب البسط في باي ونقسم على الكام؟ على ال 180. لو عملت على الآلة هتطلع معاك كام؟ تعال نشوفه على الآلة. طيب تعال نكتبه على الآلة يا أستاذ، شرطة كسر 45 في الباي، الباي شيفت مع إيه؟ إكس 10، أعمل لك الباي، ننزل في المقام نكتب كام؟ 180، لو اتكينا يساوي ربع باي، ربع باي يعني باي على الأربعة، يعني الاختيار كام؟ الاختيار باء. ننتقل إلى 13، يبقى يا أستاذ ربع باي، ربع باي يعني باي على الأربعة اللي هو الاختيار باء. ننتقل إلى 13، في رقم 13 بيقول لك إيه؟ بندول بسيط طول خيطه ب 14، لو عندي حائط كده، أدي لك حائط، دقيت مسمار في حائط،
رحت معلق بندول كليب، تمام كده علقت بندول. بيقول لك بندول بسيط، طول خيطه 14 سنتيمتر، تمام، يتذبذب بزاويه قياسها كم؟ معنى ان هو يتذبذب دايما، البندول بيمشي يسارا ويمينا، يتذبذب يسارا ويمينا كده، يسارا ويمينا حوالين مين؟ حوالين المركز بتاعه. قال لك ان الزاويه اللي بيتذبذب بها البندول 1/10 باي، الزاويه دي، تمام. قال لك ان طول الخيط، خيط البندول اللي هو ده عباره عن نص القطر، تمام، بعد المركز بتاع البندول على اي نقطه على محيط الدائره بنسميها هي نص القطر. يبقى اعطيك هو نق نص القطر بيساوي 14 سم، ومديك ان الزاويه المركزيه اللي شغال بها البندول يتذبذب 1/10 باي. محتاج منك ايه؟ طول القوس، يعني محتاج منك لا. لو جينا نعمل المثلث اللي بنشتغل عليه على طول، سيتا بالدائر، سيتا دائر بتساوي لام على ناق، لام على مين؟ على ناق. فلو عاوز اللام خبي اللام كده، اتفضل اتنين تحت، يبقى ضرب، يبقى سيتا دال في ناق. سيتا دال اللي هي 1/10 باي في ناق نص القطر اللي هو بكام؟ ب14. تعال نعملهم على الآلة كده. طيب لو جينا يا أستاذ نعمل الكلام ده، 1/10 باي، باي على 10، يبقى 14 باي على 10، شرطة كسر 14 الباي شيفت مع اكس 10، ونقسم على الكام؟ على 10. لو اتكينا يساوي، لو اتكينا يساوي تطلع 7/5 باي. طيب مفيش 7/5 باي، اضغط اس دي هتطلع 4.39. لو قربنا التسعة تدي التلاتة واحد، تصبح كام؟ تصبح 4.4 اللي هو الاختيار باء، يعني قربناها لأقرب 10. ازاي؟ ان انا هنبص التلاتة حطيت تحتها خط، بعد التلاتة تسعة، تسعة كريمة تزود التلاتة واحد، فالتلاتة تصبح 4، يبقى تصبح 4.4 من ايه؟ من 10 اللي هو الاختيار باء. طيب يبقى نختار يا أستاذ 4.4 من 10، ننتقل إلى 14. نيجي يا أستاذ ل14، بيقول لك إيه؟ في الشكل أ ب ج د شكل رباعي دائري، تعال نعمل أي شكل رباعي دائري ونسموه أ ب ج د، أ ب ج د. مديك إن قياس زاوية أ ب60، فإن قياس زاوية ج. ركز في الرباعي الدائري ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني كل زاويتين في اقصاد بعض ب 180، مديني 60، يبقى ج المفروض ب 120. بس لو لاحظنا في الاختيار ما فيش 60 خالص، يبقى نحول ال 60 لدائري. ازاي نحول ال 60 لدائري؟ انا قلت لك تكتب ال 60 زي ما هو 120، تضرب البسط في باي وتقسم على الكام؟ على 180. تعال نعملوها على الاله كده ونشوفها هتطلع كام. طيب كده جبنا الآلة يا أستاذ، شرطة كسر 120 في الباي، الباي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10 تحت، ننزل في المقام نكتب 180، تك يساوي، طلعت معاك كام؟ 2/3 باي، 2/3 باي، يبقى هنختار الاختيار جيم اللي هو 2/3 هي باي. ننتقل إلى السؤال التالي، تمام. يبقى ركز معايا، طلعت معايا كام على الآلة؟ 2 باي على 3 اللي هو الاختيار جيم. ننتقل إلى 15. طيب ركز معايا في اللي جاي علشان مهمة. بيقول لك القياس الدائري للزاوية الخارجية عن الشكل السباعي المنتظم يساوي كام؟ احنا عندنا قانون بيقول لنا إيه؟ الزاوية الداخلة زائد الخارجة لأي شكل منتظم تساوي كام؟ 180. أنت عاوز الخارجة، يبقى لازم تجيب لي مين؟ الداخلة عشان نديك الخارجة، تمام؟ طيب نجيب إزاي الداخلة؟ الزاوية الداخلة لأي شكل منتظم عبارة قانونها إزاي؟ نون ناقص 2 في 180 على نون، لو عايز نجيب زاوية واحدة لأي شكل منتظم. نون عدد أضلاع، هو بيقول لك إن الشكل سباعي، يبقى نشيل النون دي 7 والنون دي نضع 7. يبقى بتساوي 7 ناقص 2 5 في 180 على 7، دي بتساوي، لو جينا يا استاذ نعملها على الآلة، شرطة كسر 5 في 180 على 7،
تساوي 900 على 7، سيبها زي ما هي. 900 على الكام؟ على يبقى طلعت كام يا استاذ؟ 900 على 7. طيب يبقى كده الزاويه الداخله جبناها 900 على 7 زائد الزاويه الخارجه هنسميها س تساوي كام؟ 180. طيب عددي عكس الاشاره عشان نجيب مين؟ الخارجه. يبقى س تساوي 180 ناقص 900 على 7 بتساوي كام؟ تعال نعملها على الآلة. نبدأ نكتب 180 ناقص شرطة كسر 900 على 7، 900 على 7 يساوي 360 على 7. لو لاحظنا ان ال 360 على 7 ما فيش الكلام ده، كلها بالباي يعني بالقياس الدائر. طيب هتعمل ايه؟ ركز معايا. يبقى 360 على 7، لو عاوز تقول ان ال 360 عباره عن 180 زائد 180، فال 180 بباي، باي زائد باي 2 باي على 7 اللي هو الاختيار بقى صح. عاوز تحولها ان انت تضرب في باي فوق و 180 تحت عشان تخليها دائر، ماشي مفيش مشكله. يبقى 360 360 في باي تضرب فوق في باي، شيف ماكس 10 على 7 وتحت في ال 180 عشان تحولها لدائره 180 صح تمام. ونتك يساوي هتطلع 2 باي على 7، هي هي. يبقى نختار ب. يبقى هي طلعت معايا كام؟ 360 على 7. لا انا عاوزها بالدائر، يبقى نضرب فوق في باي وتحت نضرب في كام؟ في 180. هتطلع الناتج كام؟ 2 على 7 باي اللي هو الاختيار ب. يبقى طلعت معايا 2 باي على الكام؟ على 7. ننتقل الى 6. طيب نيجي 16، ركز ان 16 تراكم بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على السنين السابقه اللي هي ثالثه اعدادي. بيقول لك اذا كان الف باء والف جيم، الف باء والف جيم ممسين، دايما التمس بيكون في نقطه، هنا وهنا مس في نقطه. للدائره ميم وكان قياس زاويه الف 5 باي على ال 12 تمام؟ وكان محيط الدائره 96، هنستفاد ايه من محيط الدائره؟ ان انا هجيب نص القطر، يبقى محيط الدائره 96، المحيط قانونه ايه؟ 2 باي نق تمام؟ فانا عاوز نجيب النق، يبقى نقسم الطرفين على 2 باي، هنا على 2 باي وهنا على 2 باي، دي مع دي، يبقى نق بتساوي 96 على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الكام؟ فيها ال 48 على الباي، جبنا النق تمام؟ طيب ركز ان ده الف باء مماس وباء ميم نص قطر، علاقة المماس بنص القطر ان دايما المماس عمود على نص القطر، تالت اعدادي. الف جيم مماس وميم جيم نص قطر، من خواص المماس اول ما تشوف مماس ونص قطر يبقى دايما الزاوية اللي ما بينهم كام؟ 90. ركز ان الزاوية دي تكمل الزاوية اللي قصادها دي. طالما عندي زاويتين متقابلتين متكاملتين يبقى الشكل الف باء ميم جيم رباعي دائر، من خواص الرباعي الدائر ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان. فانا متكاملتان يعني مجموعهم 180، فالاولى خدت كام من ال 180؟ خدت 5 على ال 12. يبقى خدت 5 من ال 12، يتفضل كام من ال 12؟ والله يا استاذ يتفضل 7 من ال 12 من ال 180 اللي هي اسمها باي. تمام؟ تمام. يبقى انا كده جبت السيتا دال، الزاويه المركزيه اللي راسها عند المركز بكام؟ سيتا دال بتساوي 7 على ال 12 باي. طيب هو عاوز مين؟ عاوز طول القوس ده. طيب لو عملنا المثلث طول القوس يساوي ايه؟ طول القوس يساوي سيتا دال في ناق تمام؟ اهو اعمل المثلث سيتا دال يساوي لام على ناق. عاوز مين؟ عاوز اللام، يبقى سيتا دال في ناق. سيتا دال بكام؟ 7 على ال 12 باي في ناق 48 على الباي. الباي باي باي مع دي. وعندك على ال 12 فيها الواحد، على ال 12 فيها الأربعة. تمام؟ 4 في 7 ب 28 اللي هو الاختيار جي.
ننتقل إلى 7. عندك في السؤال 17 الزاوية التي قياسها 30 زائد 880 في 2 نون زائد 1 حيث نون عدد صحيح تكافئ الزاوية. ركز معاي، ال 30 زي ما هي، نبدأ نوزع ال 180 مضروبة في القوس. مين جوه القوس؟ 2 نون والواحد، يبقى مرة نضربها في 2 نون ومرة في الواحد. 180 في 2 نون ب 360 نون، زائد 180 في 1 ب 180. جمع الأرقام مع بعض والرموز مع بعض. عندك 30 و180 200 وكام؟ 210 درجة، زائد 360 نون. ركز إن لما تضيف دورات 360 ما بتأثرش. ليه؟ لأن 360 دوران محايد أو زوايا مكافئة، بتديك زوايا مكافئة. فمعنى إن لو حطيت نون بواحد عدد صحيح، فمعنى ذلك إن أنت بتضيف 360 مرة واحدة. طب حطيتها سالب واحد، يبقى معنى ذلك إن أنت بتطرح 360 برضه بتجيب زوايا مكافئة. لو ضيف حطيت نون باتنين، يبقى 2 في 360 يعني أنت بتضيف دورتين. فمعنى ان انت تضيف دورات او تطرح دورات ما لهاش تاثير على الزاويه، لان موجب 360 وسالب 360 دوران محايد، يتفضل كام؟ 210. يبقى يتبقى معاي 210، يبقى تكافئ ال 210. ما فيش 210 بس اعطيها لك بالدائر، يبقى نحول ال 210. نحولها ازاي لدائر؟ نقول نكتب ال 60 زي ما هو 210، نضرب البسط في باي ونقسم على الكام؟ على 180. تعال نعملوها بالاله كده. طيب لو جينا نكتب يا استاذ شرطة كسر 210 في باي، باي شيفت مع اكس 10، شيفت اكس 10. ركز، احنا كتبنا شرطة كسر فوق والكلام ده غلط. تمام، شرطة كسر 210 210 في الباي شيفت مع اكس 10، شيفت مع اكس 10. ننزل في المقام نكتب 180 بتساوي 7/6 باي اللي هو الاختيار جيم. نختار جيم، ننتقل إلى السؤال التالي. يبقى نختار جيم. ننتقل يا أستاذ إلى 18. طيب نيجي ل 18، بيقول لك إذا كان طول قوس من الدائرة لام بيساوي 3 على 8 من محيطها، 3 على 8 من محيط الدائرة، محيط الدائرة 2 باي نق. تمام، تعال نختصر على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاربعة. يبقى دي بتساوي 3 باي 3 باي نق على الكام؟ على الاربعة. تمام؟ فإن الزاوية المركزية التي تقابل هذا القوس، عاوز السيتا دال، سيتا دال بتساوي من المثلث سيتا دال بتساوي لام على نق. احذف السيتا دال، واحدة فوق وواحدة تحت، يبقى قسمة لام على نق. لام بتمثل 3 باي نق على الأربعة، على الأربعة. تمام، على النق، لام على النق. هنا دي هتطير مع دي، يتفضل 3 باي على مين؟ على الأربعة. هنا ما فيش 3 باي على الأربعة، أعطيها ليك بالقياس مين؟ الستيني. يبقى نحول، عشان نحول ده لستين، نحول الباي لمية وتمانين، نقلبش غير الباي بس إلى 180، يبقى 3 في 180 على 4. تعال نشوفها كام بالآلة. تعال نعملها على الآلة، 3 في 180 على 4 بتساوي 135. يبقى نختار جيم، ننتقل إلى السؤال. يبقى طلعت معي كام يا أستاذ؟ 135. ننتقل إلى 19. ركز معي في 19، بيقول لك في الدائرة التي طول نصف قطرها نق وحدة الأطوال. معنى إن نق وحدة الأطوال، أول ما تسمع كلمة وحدة الأطوال يبقى نق بواحد. وحدة الأطوال يعني الحاجة دي بتساوي واحد. تمام، يكون قياس أي زاوية مركزية فيها بالقياس بالتقدير الدائري، أو سيتا دال. تعال نعمل المثلث، قلنا سيتا دال بتساوي لام على نق، وهذه الستة دال خبيها، يتفضل واحدة فوق واحدة تحت، يبقى قسمة لام على نق. طيب لام مديهاش لي، سيبها زي ما هي، على نق بواحد. أي حاجة على الواحد تدي نفس الحاجة. يبقى في الحالة دي ستة دال الزاوية المركزية بتساوي طول القوس، يبقى نختار طول قوسها. تمام، ننتقل إلى 20.
في رقم 20 بيقول لك القياس الدائري والقياس الستيني لزاوية مركزية تقابل قوس، هو عايز الزاوية المركزية سيتا د، تقابل قوس طول، عندك القوس بثلاثة تمام. طيب في دائرة مساحتها، المساحة تحت الدائرة 16 باي، ومساحة الدائرة قانونها ايه؟ باي ناق تربيع، الباي مع الباي يبقى ناق تربيع بتساوي 16. لو خدنا الجذر يبقى الناق موجب او سالب 4، لكن الاطوال ما فيهاش سالب يبقى ناخد الموجب 4 بس. يبقى سيتا د من المثلث، سيتا د بتساوي لام على ناق، لام على ناق، هنا لو حذفت سيتا د واحدة من فوق وواحدة من تحت يبقى قسمة. لام اللي هي بكام؟ هي بثلاثة على ناق بأربعة، ثلاثة أرباع الدايرة يعني بكام؟ 75% من الدايرة تمام؟ 75 مفيش غيرها أصلا 75 هنا، يبقى هنختار د من غير تفكير ولا نحولش 60 ولا أي حاجة تمام؟ طيب ننتقل إلى آخر سؤال وأبسط سؤال. الزاوية التي قياسها واحد دائر تسمى زاوية نصية قطرية، وده تعريف الزاوية النص قطرية، هي زاوية قياسها واحد هي واحد دائر بس كده. يا أستاذ احنا خلصنا التمارين، الناس اللي حابة تتابع معانا تعمل لايك للفيديو، وأهم حاجة إن هي لما تيجي تشترك في القناة تفعل زر الجرس. ليه؟ معنى إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس يعني أي فيديو بينزل على القناة يوصل لك إشعار أنت أول واحد، لكن إن أنت تشترك في القناة من غير ما تفعل زر الجرس يبقى كده مش هتوصل لك أي إشعارات. تمام يا أستاذ؟ أنا عماد يسرى، أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله.